بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي شارع العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم ارحم شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين يدافعون عن تراب الوطن ويموتون صمتا. اللهم احسن مثواهم واكرم نزلهم ووسع مداخلهم. تحية وتهنئة خاصة من برنامج شارع العرب إلى كل رجال الشرطة البواسل في عيدهم 68، وكل عام وكل شرطي على أرض مصر بخير. النهاردة احنا متعودين نفتح معاكم ملفات في برنامج شارع العرب. النهاردة هنفتح ملفات ساخنة شوية، هنناقش فيها بعض المشاكل الموجودة أحيانا في المجتمع، وهنحاول ان احنا نلاقي لها حلول شوية. هيبقى ضيفنا النهاردة الكاتب الكبير والصحفي الأستاذ محمد الديب. أهلا وسهلا حضرتك معانا، منورنا. أنا اللي شرف يعني طلوعي معك النهاردة إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. أستاذ محمد، إحنا طبعا حضرتك صحفي، عايزين نتكلم على المواقع الإخبارية المنتشرة في الفترة الأخيرة ديت على السوشيال ميديا، إشاعات، حاجات كتير، في مواقع كتير قوي بتتكلم في أخبار أحيانا بتعمل مشاكل داخل المجتمع. تقول إيه حضرتك بالنسبة للمواقع الإخبارية المنتشرة الأيام دي؟ طيب يعني خلينا الأول بس نهني الشرطة المصرية وبعيدها المبارك ليها، وكل ضابط شرطة وكل فرد أمن وكل مجند شرطة كل سنة هم طيبين، وربنا يجعلهم كده سبب في الأمن والأمان للشارع المصري، وعيد سعيد عليهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني لو هنتكلم بقى على التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا بصفة يعني خاصة، الإعلام بيختلف. يعني الإعلام الأول كان فضائيات ومتابعة تلفزيونية أو فضائيات يعني موجودة في البيت المصري. غالبا دلوقتي كل المشاهد أو المتابع للإعلام أو للميديا عامة بقى خلاص سوشيال ميديا، سواء صحافة أو إعلام. فأصبحت السوشيال ميديا هي الإعلام المباشر والإعلام المؤثر في الشارع أو في الرأي العام. يعني لغاية النهاردة ما فيش ضوابط على السوشيال ميديا، يعني ما فيش كنترول بيحكم السوشيال ميديا، اللي بيحكمها الوعي والثقافة. فالنهاردة كل شخص يقدر في لحظة يعمل صفحة على الفيس أو على تويتر أو على أي برنامج تواصل اجتماعي ويبدي فيه رأيه أو يعبر فيه عن شخصيته أو يعني رؤيته. السوشيال ميديا ما بقاش تواصل اجتماعي، بقى إعلام. يعني النهاردة احنا بنستمد ثقافتنا وبنستمد أخبارنا ومعلوماتنا كلها من خلال الول بتاعتنا أو البيج بتاعتنا، من خلال طبعا الاصدقاء اللي احنا بنتشارك معهم صفحاتنا وهكذا. أكيد. لكن بقت مؤثره لدرجه ان احنا ما بقناش عندنا حتى قدره على ان احنا نعمل سيرش ورا الخبر او نشوف مصدره ايه او نتابع. مواقع الاخباريه بقت ضعيفه الاقبال عليها. الناس اكتفت النهارده بتداول الاخبار من خلال صفحاتها واهتمامها بتداول الاخبار من خلال صفحاتها. فعشان ما فيش كنترول، والكنترول هنا وعي وادراك للي بيتكتب او اللي بيتنشر. الكنترول ده من مين يا استاذ محمد؟ هو لازم الكنترول دوت يكون من المواطن نفسه. يعني النهارده الدوله يعني فتحت الاعلام او النشر بمعنى اصح. النهارده كل شخص بيمتلك سمارت فون عنده مطبعه وعنده قناه اعلاميه يقدر يكتب وينشر في لحظه اللي هو عايزه. فمن كتر ما احنا تعودنا ان احنا نتبادل الافكار والاراء والمعلومات والاخبار من خلال صفحاتنا، بقت هي مصدر الثقافه ومصدر الحصول على المعلومه. الا طبعا من رحم ربي، في ناس عندها عمق في التفكير او عمق في السياسه او في رؤيتها في الحصول على المعلومه، فبيهتم وبيبحث ورا مصدر المعلومه ويشوف مدى الشائعات. لكن احنا في المطلق او في العام بقى السوشيال ميديا النهارده هو مصدر المعلومه ومصدر الثقافه ومصدر المتابعه، سواء سياسيه او اعلاميه او اجتماعيه او هكذا. يعني ان شاء الله كثرت هذه الايام نغمه العمل العام تمام بالمحافظات والمدن الجديدة. انت شايف من وجهة نظر ما هو العمل العام؟ والله هو العمل العام كلمة مطاطة شوية. يعني النهاردة كلمة لو احنا فسرناها لغويا يعني انت بتشتغل في شأن يخص العامة. تمام.
ده التفسير اللغوي، ان انا بشتغل عمل عام يعني انا بشتغل عمل تطوعي بيخص العامه بصفه عامه يعني. لكن العمل العام النهارده بقى يعني برضه انا اسف في التشبيه بقى يعني بقى مجرد شو يعني. النهارده غالبيه، انا مش عايز اظلم اي حد، لكن غالبيه اللي بيمتهنوا العمل العام او مهتمين بالعمل العام بسبب برضه السوشيال ميديا وسبب رخص الاعلام والنشر يعني. قوي كان اللي بيطلع في الفضائيه او بيطلع في جريده صحفيه شخص متخصص، شخص واعي، شخص عنده خلفيات اعلاميه او سياسيه او اي نشاط بيتكلم فيه، فقناه بتستضيفه يتكلم طبقا لخبرته طبقا لمرياته، او جريده بتعمل معاه تحقيق او ريبورتاج او مقال او اي شيء. فكان الاول كان في نوع من الكنترول وكان في نوع من القدره على تصدير الشخص المناسب في العمل المناسب. النهاردة زي ما بقول لحضرتك يعني سلبيات أو الأثار السلبية اللي أحدثتها السوشيال ميديا، إن كل الناس النهاردة ممكن يبقوا عندهم صحافة وإعلام وعمل عام، ومجرد إن أنا يعني أمتلك أدوات النشر اللي هي سمارت فون وأقدر إن أنا أطلع بمظهر لايك واخد صوره وانزل على صفحتي يبقى هو ده العمل العام. غالبيه اللي بيشتغلوا في العمل العام ما بيضيفوش شيء للعمل العام اكتر من هو التواجد في المشهد او جوه الكادر. الغالبيه العظمى في ناس محترمه كتير بتشتغل عمل عام وعندها انتاجيه، لكن الموضوع ارتجالي وعشوائي وما بينتجش عن دراسه مجتمعيه المجتمع محتاج ايه. يعني انا النهارده منظمات المجتمع المدني ده وبتشتغل عمل عام مفروض ان هي عندها دراسات جدوى وعندها دراسات ميدانيه وعندها استقصاء واستطلاع راي. المجتمع محتاج ايه؟ انا لما باجي انشا جمعيه مثلا هخدم المجتمع في اي قطاع او في اي مجال، لازم اكون انا ملم بالارضيه بتاعه المجتمع، محتاج انا اشتغل على ايه؟ هل انا اشتغل على عمل خيري، على عمل تربوي تثقيفي توعوي اي شيء؟ لكن النهارده كله يعني موسم مثلا شتاء يلا كله نوزع بطاطين، موسم رمضان نوزع شنط رمضان. الخير ما اختلفناش عليه، بس مش هو ده العمل العام. يعني الدولة مش هتنهض ان احنا ناخد اللقطة وناخد الشو وكلنا شبه بعض نشتغل مواسم يعني. بالضبط الحاجات دي كلها يعني مش هتطور الدولة، هي بتسد عجز الشخص. مع ان في الاخر لو انت لاحظت هتلاقي برضو سلبيات العمل الخدمي او المجتمع المدني، ان هو ما بيعملش منظومة واحدة عشان يفيد المجتمع. تمام. انا النهاردة مثلا كل 10 بروح يعملوا جمعية، كل 10 اصحاب مع بعض قاعدين في كافيه قرروا يعملوا مؤسسة اجتماعية او مؤسسة خيرية او خدمية او اي حاجة، ما وتلاقي مثلا في المدينة اللي هي تعداد سكانها مثلا مليون نسمة فيها مثلا 1000 جمعية خيرية. طب احنا لو احنا الالف جمعيه خيريه دولت كلهم انضموا واندمجوا وبقوا مجرد 10 وكل جمعيه شغاله في قطاع الجمعيه الثانيه مش شغاله فيه، يعني انت ممكن تشتغل على النظافه، جمعيه خاصه بنظافه المدينه، جمعيه خاصه بالخضره، تقصد التخصص. لكن النهارده كل الجمعيات مجرد ان احنا عايزين نتفاعل مع الجماهير ونوزع هدايا في المناسبات، في البرد، في الصيف، في الشتاء، في اي حاجه، نعمل حفله هنا، ايفنت هنا. يعني طب في الاخر ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ المجتمع اتطور ازاي بيكم؟ انتوا عايزين تشتغلوا عندكم رغبه في العمل العام لكن مش بشكل ارتجالي ولا عشوائي. فانا بعتقد مثلا لو بصينا لنظريه ان طب مين الجهه المسؤوله عن تنظيم اداره التضامن؟ ما هي دي الجهه المنوطه المسؤوله اللي بتتابع وبتدير. فانا النهارده لو اداره التضامن يعني مثلا نقابه الصيادله بتفرض على الصيدليه انها تبعد عن الصيدليه 100 متر. تمام. مفروض وزاره التضامن تفرض على المجتمع المدني ان كل منطقه ليها جمعيه بتخدمها. يعني انا مثلا انا قاعد في حي، الحي ده حدوده الاداريه مفهومه. انا محتاج ايه الحي ده؟ محتاج جمعيه واحده تشرف عليه او تديره عشان الفقراء، المساكين، اليتامى، الارامل، نشر الوعي السياسي او الوعي الثقافي او الوعي الامني حتى. المهم ان في الاخر انا مكتفي بالجمعيه دي بتقوم بدورها. لكن النهارده مفيش كنترول على يعني بقول لحضرتك وانا بكلمك دلوقتي هتلاقي في حد بيقدم طلب عشان يعمل مؤسسه او جمعيه او مجتمع مدني او خدمه مجتمع او ما شابه، وفي الاخر واجهه اجتماعيه، توظيف لدعايه انتخابيه، علاقات عامه، علاقات خاصه، واتيفر. في الاخر مفيش يعني حتى اللي عنده فكر وعنده اراده لتنفيذ الفكر تايه في الزحمه. يعني الجمعيات المجتمع المدني بقت زي السوشيال، بقت زي صفحات الفيس. النهارده حضرتك لما تفتح تلاقي كل واحد عنده 5000 صديق
والدنيا تايهه معاه. برضو انا النهارده لو انا عملت جرد لجمعيات المجتمع المدني في اكتوبر او في الهرم او في الدقي او في اي مدينه هتلاقيها رقم غريب، وخاصه في اكتوبر، انا بحكم على اكتوبر لان انا عايش جوه اكتوبر. فيعني عدد رهيب ومفيش يعني المجتمع ما استفادش، واللي بيستفيد فئه بسيطه جدا بتستثمر علاقتها بجمعيات المجتمع المدني. وتفر مثلا لو احنا في موسم زي الشتاء هنيجي نوزع بطاطين، هتلاقي عنصر موجود يجي عند الاستاذ خلف في جامعته ياخد بطانيه، ويخرج يتمشى كام متر قدام كده يخش على جامعته ياخد بطانيه، وهكذا. يجي في موسم الشتاء ده مثلا لما يملوا حوالي 20 30 بطانيه ياخدهم يبيعهم، والله اعلم بيعمل بفلوسهم ايه. هل هو مستحق غير مستحق؟ مش انا مش قادر اعمل كنترول، لان مفيش تواصل او مفيش داتا متجمعه على كمبيوتر واحد بيخدم القطاع ده. فمفروض انا مثلا لو في إدارة تنظيمية بين الجمعيات المجتمع المدني، أولا ما تبقاش كده لأي حد عايز يعمل جمعية يعمل، ليها مقومات وليها شروط وليها ضوابط وليها. احنا عايزين نتكلم في شروط المؤسسات للعمل الميداني، يعني إيه هي شروطها؟ ما هي أنا بقول لحضرتك وزارة التضامن الاجتماعي لما بتسمح بأن أنت تنشئ جمعية مجتمع مدني تشتغل في أي شيء مفروض تحط ضوابط وشروط، على الأقل خالص التوزيع الجغرافي. يعني انا النهارده كوزاره التضامن الاجتماعي عندي محمد الديب عامل جمعيه وشغال وبتابعه وبراقبه وشفته ان هو كويس مغطي القطاع بتاعه ومكفي المنطقه بتاعه. لما يجي الاستاذ خلف يفتح جمعيه تانية والله اقول له احنا عندنا في المكان ده جمعيه مكتفيه بيه، في تنسيق في مكان تاني اهلا وسهلا. مفيش تنسيق يبقى احنا عشان يبقى حتى الاداء واضح ومباشر، لان انا النهارده المنافسه مش في العدد، المنافسه المفروض تبقى في الكيف، ازاي الجامعات تقوم بدورها وتطور المجتمع بتاعها وتخدم المجتمع بتاعها في اي قطاع او قطاعات كتير. ولو احنا بصينا على الجامعات المجتمع المدني في اكتوبر مثلا، انا برضو بتكلم كمثال مش بخص شخص معين، كلهم شغالين يعني كوبي باست مع بعض، يعني مجالات هي حفلة ذوي الإعاقة، حفلة لتوزيع بطاطين، حفلة نوزع فيها مأكولات جاهزة. مفيش تنسيق، مفيش إبداع، مفيش رؤية. طب فين فين شغلكم مثلا في تجميل المدينة؟ هل انتوا مثلا في جمعية قدرت تحول حي واحد في اكتوبر لمظهر حضاري؟ يعني هل احنا طلعنا مثلا بحي ايا كان موقعه بسبب الجمعيه دي عملت تطور ومظهر حضاري والحي اتحول لحي جمالي في خضره وفي تنسيق وفي سيوله في المرور وفي اسفلت نظيف وفي شارع نظيف وفي التزام من السكان ومفيش مخلفات بتترمي؟ مفيش ما سمعناش كل واحد بيشتغل على ان هو يعمل حفله ويعمل بارتي وياخد ايفنت وياخد صوره وياخد وينزل على صفحته، وهو ده العمل العام في مصر وخاصه في اكتوبر. التنسيق ده ساعتك ممكن يكون مفيش مراقبه، يبقى مفيش مراقبه هنا هو عشان مفيش سيستم. يعني هي المراقبه مفروض طبعا موجوده في اي وزاره بتقوم بهيكليتها، تقوم تتابع وتراقب، لان انا النهارده بقدم ورقي واقول ان انا هشتغل وجامعات بتلم تبرعات وجامعات بتلم ماديه وعينيه وغيره، والمراقبه ممكن تبقى ضعيفه جدا، والغالبيه مش هتكلم عن شخص، الغالبيه بيتربحوا من وراء جمعيات المجتمع المدني، الغالبيه الا من رحم ربي، لان هم بيحطوا نفسهم جوه الشبهات. انا النهارده هروح اعمل مؤسسه مجتمع مدني والم تبرعات عينيه، يقول لك انا ما باخدش تبرعات مثلا ماديه، باخد تبرعات ما تبرعات عينيه تتحول لماديه. انا بقى بجمع ملابس، بجمع ادوات كهربائيه قديمه مستعمله او منديليه، اي تبرع بيجي لي انا في الاخر هاخده. بقول لحضرتك اقسم لك بالله في عناصر بتروح تلم في موسم الذبح والاضحيه لحمه وتروح توديها للجزارين اخر اليوم. يعني بيلم من ده ومن ده ومن ده، يعني اضحيه اهي. هو بيستثمر العلاقه دي ان هو سيزون، انا نازل الم بطاطين، الم لحمه، الم خضار، الم شنط رمضان، وفي الاخر ممكن يكون هو عنصر لا يستحق، والمستحق تلاقيه متعفف. الشخص المستحق ده متعفف لان هو يعني هو طبيعي، شخص طبيعي عنده كرامه وعزه نفس، فهيخجل ويأسف ان هو يروح يطلب، هو مستني الحاجه تيجي رجعت عنده. يعني هو مستني حد يخبط على الباب ويقول له كل سنه وانت طيب ويسيب له المساعده اللي هو اداها، لكن هو يروح بقى يلف على الجمعيات. لكن في ناس شغلتها تلف على الجمعيات، وفي ناس مع احترامي ليهم بيفتحوا جمعيات عشان يعملوا يعني مجموعه ناس يتاجروا بها اعلاميا شعبيا انتخابيا،
يعني بيزنس، يعني ملف شائك. يعني انا بعتقد ملف المجتمع جمعيات المجتمع المدني في مش في اكتوبر بس، في كل ربوع مصر لا يرتقي للشفافيه المطلوبه ولا يرتقي للعمل الايجابي المطلوب، والغالبيه العظمى بتوظف المؤسسه. طب عشان نقفل ملف المؤسسات العمل المدني، ايه هي الحلول من وجهه نظرك؟ الحلول ان وزاره التضامن الاجتماعي تعمل ضوابط وشروط للتصريح بانشاء جمعيه مجتمع مدني. تمام. اولا القائمين عليها لازم يكونوا يعني مؤهلين لاداره العمل العام في التخصص اللي هم هيشتغلوا فيه. تمام. الحلول الثانيه ان هو يشتغل في قطاع، يعني انا مش فاتح لك الدنيا كده تعمل فيها اللي انت عايزه، اي حاجه بتيجي في دماغك عايز تعملها لا انت جاي متخصص في قطاع. عايز تشتغل على كفاله الارامل بس، ما اشوفكش بقى في حاجه ثانيه. عايز تشتغل على التجميل والخضره، في جمع في احزاب، مش اقول لك جمع، في احزاب ومؤسسات بره في المجتمعات المتحضره بتشتغل على الحيوان او البيئه او نظافه البيئه او الخضره، ملهاش علاقه بقى بان نجمع ملابس ونعمل حفلات ونوزع هدايا ونلم تبرعات واللي هو كوبي بسط ده كله. يعني انت النهارده احنا محتاجين جمعيه في اكتوبر، ها تمسك حي واحد في اكتوبر تجمله. تمام. حي واحد مش المدينه بس، جمعيه تشتغل على الحي دوت وتعمل بروتوكول تعاون مع جهاز المدينه مع الاجهزه المختصه مع الناس نفسها مع اصحاب الحي نفسهم، ان الحي ده هنجمله هنخليه افضل حي منمق ومنسق وملتزم وكل شيء، نمشي في الحي ده نحس ان احنا بره المدينه، زي ما بنمشي مثلا مع كامل احترامي للجهاز الاجهزه الاداريه، لا انا لما بمشي في الشيخ زايد بحس باختلاف شاسع لما بمشي في اكتوبر، انا من سكان اكتوبر. تمام. وليا زمايل في ساكنين في زايد، مع ان ده هيئه مجتمعات عمرانيه وده هيئه مجتمعات عمرانيه. تمام. ده شارع يتبع جهاز مدينه وده شارع، اللي يعني ايه السبب ان تخلي المدينه هنا شكلها حضاري، شكلها نظيف، شكلها منمق، شكلها مرتب الى حد كبير بالمقارنه باكتوبر. مع ان اكتوبر هي الاساس وهي الام هي الاكبر، البنيه التحتيه اتبنت في اكتوبر الاول، التجمع السكني ظهر في اكتوبر الاول، يعني انت الاساس. اللي يخليك تتحول في اكتوبر لشبه عشوائيات، ما بننكرش ان في يعني سعي دلوقتي من اجهزه الجهاز المدينه انه يبتدي يعمل تطوير حضاري للمدينه او اعاده تنسيق للمدينه او رفع مخلفات من المدينه، كل ده بس ما وصلناش للمستوى ان انا احس ان انا يعني ماشي في مدينه فرقت معايا. تدني في مستوى الخدمات، عشوائيات، ضربه العشوائيات في كل حاجه. النهارده اللي عايز يعمل اي حاجه بيقدر عنده ماديات تسمح له ويقدر يسعى يعملها. شكل انتشرت في كل حته، عشوائيات انتشرت في كل حته. طب اروح الشيخ زايد الاقي الموضوع مختلف. طب الاختلاف ده جه من ايه؟ اراده بقى الاجهزه. يعني النهارده انا عندي جهاز عنده اراده، ومجلس امنا عنده اراده، وشعب او مواطنين عندهم اراده. الاراده ان المدينه ما تتضربش، ان المدينه ما تخشش فيها عشوائيه. ايه يعني جهاز مدينه 6 اكتوبر؟ طيب ده هيجرنا برضك لحضرتك لملف مجالس الامناء بتاع اي مدينه مدن الجديده. انت شايف حضرتك مجالس امناء المدن الجديده الافضل يكون بالتعيين ولا بالانتخاب؟ هو دستوريا ما فيش حاجه اسمها تعيين. يعني تمام. لو احنا بنطبق الدستور على كل قرارات وكل افعال في الجهاز الاداري للدوله مفيش حاجه اسمها تعيين، كله لازم بالانتخاب. تمام. بالاخص المجالس الرقابيه او التشريعيه اللي هي بتبقى بتمثل السكان. يعني انا النهارده مقدم في مجلس الامم بمثل السكان مش بمثل هيئه اداريه. طب امثل السكان ازاي؟ السكان عينتني؟ هل السكان قعدوا معايا وقالوا احنا معانا توكيلات من السكان جمعت مثلا 5000 ولا 10000 توكيل عشان اخد تمثيل ليهم؟ طالما انا بمثل السكان لازم السكان اللي تختارني. ما يجيش حد تاني عنصر يختارني. لا جهاز اداري للمدينه او جهاز هيئه مجتمعات او مع احترامي لمجلس النواب او اعضاء مجلس النواب، كل دولت بيمثلوا مجتمعاتهم. يعني انت النهارده موظف الجهاز بيمثل الجهاز، موظف الهيئه بيمثل الهيئه، عضو مجلس الشعب بيمثل بينوب عن الشعب لكن في قطاع اللي هو اختاره الشعب عشانه. يعني الشعب اختار عضو مجلس النواب علشان يمثله في مجلس النواب كرقابه وتشريع. طب انا النهارده عايز اعمل شخص يمثلني في القطاع الخدمي اللي هو القطاع زي ما بيتقال كده في المحافظات اللي هي بعيده عن المجتمعات العمرانيه الجديده المحليات. تمام. المحليات بالانتخاب. فانا النهارده كممثل السكان بقوم بدور الرقابي والاشرافي ومتابعه العمليه التنفيذيه في المدينه، لان في الاخر
الدولة مخصصة ميزانية لكل محافظة أو لكل مدينة، أو المدينة لها مواردها الخاصة اللي بتيجي، ومجلس الأمناء نفسه ليه موارده. حضرتك لما بتخش تعمل أي معاملة في جهاز المدينة بيتاخد منك رسوم تحت مسمى مجلس الأمناء أو تنمية المدينة أو ما شابه. ففي الآخر المدينة دي بتروح فين؟ بتروح مجلس الأمناء. مجلس الأمناء المفروض يصرفها على المدينة ويصرفها فيما تحتاجه المدينة طبقا لرؤية الممثلين اللي هم بيمثلوهم. أنا بمثل قطاع في المدينة بدافع عن حقوقه ومتطلباته، لكن طول ما أنا بيتم اختياري من الجهاز الإداري اللي بيتحكم فيا، اللي أنا مفروض أمثل السكان عنده، يعني أنا مفروض أمثل السكان عند رئيس الجهاز. طب رئيس الجهاز اللي بيتحكم في اختياري، طب أنا همثل السكان ولا همثله هو؟ علاقتي بيه هتبقى زي علاقة واضحة ومباشرة ولا علاقة فيها محسوبية وفيها تقارب، لأن هو في الآخر صاحب القرار وصاحب السلطة. ناهيك بقى إن مجلس الأمناء لغاية النهاردة ما عندوش سلطة مطلقة يقدر يتحكم فيها، هو يعتبر مجلس استشاري. طيب إحنا هنستكمل ملف مجلس الأمناء وما له وما عليه بعد فاصل سريع أعزائي المشاهدين، ونعود بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الجريء الأستاذ محمد الدين، فابقوا معنا. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الكاتب الصحفي الجريء أستاذ محمد الديب، وكنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن مجالس الأمناء. حضرتك إيه هي الاستفادة من الالتحاق في مجالس الأمناء؟ اللي بيروح مثلا مجلس الأمناء وبيقدم في مجلس الأمناء بيستفاد إيه؟ أو المفترض بيستفاد إيه؟ المفروض إن هو ما بيستفدش بأي حاجة، مفروض ومفروض ان هو يثبت انه ما بيستفدش باي حاجه. تمام. يعني ايه بقى يثبت؟ يعني انا النهارده لما ادخل عمل عام وواضح ان امكانياتي الماديه واضحه للمجتمع اللي انا عايش فيه، بيبان في المظهر، في عربيتي، راكب عربيه مش راكب عربيه، مستوى المصروف بتاعي، مستوى اللبس بتاعي، كل حاجه. ولما اجي ادخل عمل عام وفي خلال شهر اتنين سنه اتنين المستوى الاجتماعي يختلف، انا كمواطن بقى اشوف الشخص ده اقول ان هو ما تربحش؟ مفيش منطق. ايه اللي يمنعني بقى ان انا اقول ان انا عندي اقرار ذمه ماليه؟ ايه اللي يمنع ان اللي بيتقدم نفسه لاي عمل عام سواء في نادي سواء في مجلس امناء سواء في مجلس شعب سواء في اي مكان هيشتغل عمل عام ويبقى مسؤول عن يعني ميزانيه او علاقات تنفيذيه مع مستثمرين مع مدينه مع كذا كذا، عنده ذمه ماليه عشان لو في حد شاكك في حد يتقدم للتحقيق في الجهه المنوطه بيه، نيابه اداريه او نيابه عامه او اي جهه رقابيه، يقول والله انا راجل بمتلك سي مثلا رقم اهوت، هو ما زادش حساباتي في البنوك زي ما هي، املاكي عقاراتي هو والدرجه الرابعه. لكن انا لما اتفاجئ ان العمل العام كل واحد بيخش علشان يتربح، علشان يتسلق، عشان يوصل لمناصب ويستثمرها في علاقاته الشخصيه، ما يعني ما فيش ما يمنع ان انت كشخص تفيد المجتمع وتستفيد من خلاله، سواء استفاده ادبيه او معنويه او حتى ماديه، لان الاستفاده الماديه طالما انت بتفيد المجتمع، المجتمع هيفيدك بعلاقاته وبمعارفه اللي انت هتحولها لاستفاده ماديه شرعيه مشروعه، ما حدش يقدر يلومك عليها، لكن مش هتاخد سمسره في عموله ولا هتجيب مستثمر تدخله ولا هتدخل مناقصه ولا عطا ولا ترسيها على حد، وكله من تحت الترابيزه. والفساد ما شاء الله، يعني ما فيش حته في مصر ما فيهاش فساد، ما فيش مكان في مصر ما فيهوش فساد. هي الدوله تسعى دائما لمحاربه الفساد في جميع المواقع من خلال الاجهزه الرقابيه الموجوده. انت حضرتك شايف مثلا محاربه الفساد من وجهه نظرك بتحاربه ازاي الدوله؟ الدوله الدوله عندها رغبه، مع احترام للدوله، بس فين الاليه؟ فين الاراده في فرض الاليه اللي تمنع منها الفساد؟ جهاز عضو مجلس اداره نادي، عضو مجلس امناء، اعرف منين ان هو مش فاسد؟ انا دخلته وبتابعه وبراقبه ولقيت مستوى الاجتماعي والاقتصادي والمادي بيرتفع، اجيب منين دليل ان هو فاسد او مش فاسد؟
هو ازاي يثبت ان هو ما فسدش وانا ازاي اثبت ان هو فسد؟ باقرار ذمه ماليه. اقرار ذمه ماليه بقى مش ان انا اكتبه كده على الترابيزه واكتب اي حاجه واكتب انا عندي فيلا وقصور، لا، اروح اعمل اقرار ذمه ماليه مختوم من الضرايب. لان انا لما اخش الضرايب واقول لهم والله انا عندي فيلا وعندي شقه وعندي عربيه وعندي عماره وعندي كذا كذا كذا، انا بقر اهو، طب تعالى بقى ادينا الضرايب بتاعت الحاجات دي. فمفيش حد هيكتب حاجه مش عنده. يبقى انا داخل العام العام بمتلك بدله وجربطه وماشي على رجلي، هخرج من العام العام بمتلك بدله وجربطه وماشي على رجلي. استفدت ايه من العام العام؟ استفدت العلاقات، استفدت المعارف، استفدت اللي انا ممكن اوظفها بعد ما اخرج من العام العام. طالما انا خلاص بعدت عن السلطه التنفيذيه او بعدت عن شبهه استغلال واستثمار موقعي في الايه في المنصب، سواء بقى في مجلس اداره نادي، في مجلس امناء، في نواب، في شعب، مجلس النواب بيطلب ذمه اقرار ذمه ماليه، مع ان برضه في ملفات كتير، بس يعني نعمل كنترول شويه. ايه اللي يمنع ان انا كراجل هترشح في مجلس اداره نادي اقدم ذمه ماليه، اقرار ذمه ماليه، بس زي ما قلت لحضرتك اقرار ذمه ماليه موثق من الضرائب المصريه. اقرار ذمه ماليه مش ورق وانا اكتبه خلاص على نفسي، لا، اروح اجيبه واحطه في الذمه الماليه، لان انا النهارده ممكن ابقى انا ما حلتش حاجه واكتب ان انا عندي حاجات ب 10 مليون جنيه، عشان لما اطلع من خدمه العمل العام يكتشفوا ان انا عندي حاجات ب 10 مليون يبقى انا سليم. لا، انا هروح للضرايب واقول لهم انا عندي كذا 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 كذا، ابقى امتلك ومستندات ملكيته، حسابات في البنوك، عقارات، اي مقومات للتملك اثبتها واثبتها في الضرايب، لان انا راجل داخل اشتغل عمل عام. فمنين انا هشتغل عمل عام افيد بيه الناس والمجتمع، ومنين انا بتهرب من الضريبه او بتهرب من دفع مستحقات عليا، ولا بسرق كهرباء، ولا بمنع كذا؟ يعني في الاخر انت المفروض نموذج للمواطن الصالح، المواطن الكف، المواطن اللي انت جاي تفيد البشريه والمجتمع بتاعك، فمفروض انت تبقى انت منزه عن الشبهات. لكن للاسف يعني الغالبيه الساحقه من اللي بيشتغلوا في العمل العام او بيشتغلوا في منظمات المجتمع المدني او في المجالس النيابيه او المحليه، هم مش هقول لك فوق الشبهات، هم جوه الشبهات نفسها، لان مفيش كنترول يمنعهم ان هم يبقوا جوه الشبهات. انا كدوله المفروض احط نظام واحط رولز واحط كنترول عشان اكافح الفساد. لو انا عايز عندي رغبه في مكافحه الفساد لازم اقعد كل يوم كده اسد الثغرات. الثغره دي هيخش لي منها اسلوب للفساد، اقفلها اقفلها اقفلها، هيجي لي لحظه في بعد 15 سنه، بعد 20 سنه، بعد 30 سنه، فعلا الفساد هينزل بدل ما هيبقى 80-90%. لا بس حضرتك بالفعل الدوله بتحارب الفساد. ما اختلفناش ما اختلفناش، ما انا بقول لحضرتك الدوله عندها رغبه، تمام، بس فين آلية التنفيذ؟ لازم آلية التنفيذ دي تبقى فعالة، لأن مين اللي بينفذ؟ يعني غالبية اللي بينفذوا قرارات الدولة هم نفسهم اللي فاسدين، لأن هو بيتربح من فساده. يعني احنا مش عايزين نجمع، احنا مثلا إلا من رحم ربي. أنا بتكلم هو دلوقتي رئيس الجمهورية ما أقرش إن في فساد وهو بيكافحه وبيحاربه؟ أكيد. الرقابة الإدارية كل يوم بتجيب لنا مثلا ناس يعني من بره مصر، لا، وزراء بيطلعوا فاسدين ورؤساء قطاعات ولواءات هنا، الفساد في كل الدول، بس فالدوله نفسها بتحارب الفساد. الدوله عامله هيئه كامله لمكافحه الفساد، بس المفروض يبقى في رولز وفي اليه وفي متابعه وفي تنظيم ازاي نمنع الفساد ونحاربه. زي ما انا بقول لحضرتك اهو، طالما انا سايب باب للفساد عمره ما هيتمنع الفساد. اكيد اكيد. الحياه السياسيه في مصر ايه رايك فيها؟ والله للاسف ما بقاش في سياسه في مصر. يعني رايي الشخصي ان الحياه السياسيه في مصر بتمر بوعكه صحيه مزمنه من بعد الثوره، مش النهارده، مش بتكلم على النهارده، انا بتكلم من بعد الثوره. يعني احد سلبيات الثوره ان خلطت الحابل بالنابل، اللي بيفهم في السياسه مع اللي ما بيفهمش، والاثنين واقفين جنب بعض في الكادر. اللي بيفهم في الاعلام مع اللي ما بيفهمش، والاثنين واقفين جنب بعض في الكادر. اللي بيفهم في الصحافه واللي ما بيفهمش، نفس القصه. فالحياه السياسيه لو ما اتنظمتش بشكل محترم وبشكل، يعني انا اعتقد ان اللي عايز يمارس حقوق لازم او قانون لازم يخش كليه الحقوق يتعلم قانون، صح ولا غلط؟ أكيد. ينفع انا افتح بكره مكتب استشارات قانونيه وانا خريج اداب او خريج علوم او خريج تربيه؟ لازم اكون راجل درست قانون، صح؟ طب انا عايز اخد اشتغل عمل عام. العمل العام ده محتك بالقوانين وبالتشريع وبالمتابعه وبالرقابه، ثقافتي فين؟ مجرد ان انا نشرت صور وعملت كام بوست وكام ملاحظه وكام بانر في الشارع واتشهرت والناس، طب فين تاهيلي؟
النهارده في الهيئه الوطنيه للتاهيل. يعني برنامج الرئاسه عمل اكاديميه اسمها الهيئه الوطنيه للتاهيل او الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل اللي هي موجوده مكرفش غداي. اللي يمنع ان اي شخص عايز يلتحق بالعمل العام لازم يكون واخد اجازه. طيب هناخد اتصال هاتفي من الدكتور عمر عوض رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره جريده المساء العربي. اهلا بك يا دكتور عمر. اهلا بحضرتك استاذ رفعت واهلا وسهلا بضيف حضرتك. الله يخليك. ربنا يخليك دكتور عمر. انت احنا بنتكلم طبعا على المواقع الاخباريه المنتشره الايام دي وموجوده والاشاعات اللي موجوده والاخبار الكاذبه وبنتكلم في كذا محور، راي حضرتك ايه؟ طبعا موضوع المواقع الالكترونيه لو اتكلمنا بالخصوص يعني فعلا في اغلبيه المواقع الموجوده حاليا غير مرخصه وغير مراقبه مهنيا والناس اللي قايمين عليها غير يعني مش صحفيين، وده طبعا خطا كبير جدا، والناس برضو بتاخد مصادرها مصادر خاطئه برضو لما احنا بنشوف بعض المواقع وبياخدوا اسامي مثلا جرايد كبيره زي الجمهوريه زي الاهرام، وطبعا الناس في ناس كتير ما بتعرفش الفرق بين الموقع الحقيقي والموقع المزور. وطبعا ده دور رقابه واحنا نتمنى ان يبقى فعلا في رقابه جديده اليومين اللي جايين دول بحيث ان فعلا الناس ما تاخدش مصادرها من مصادر او من مواقع مش معروفه. ان اي حد اتنين قاعدين على القهوه ممكن يطلعوا يعملوا موقع في اي شركه من الشركات اللي بتعمل تصميمات مواقع. طبعا هي مش مصنفه على جوجل ان دي صحف او دي تراخيص جريده، لكن الناس بالنسبه لها ان ده موقع شايف رابط خبر او شايف صوره بكتب فلان او موقع باي اسم. ففعلا المصادر دي فعلا بتعمل تشويش للقارئ نفسه، واحنا لازم نوضح يا جماعه لا دي وده دور الاعلام ودور يعني دور حضرتك استاذ رفعت ودور الناس اللي هي في المجال ان هي توضح الفرق بين المواقع السليمه والمواقع الغير سليمه، لان ده فعلا ده برضه ممكن يشن علينا حرب. يعني فعلا ان في بعض الاشاعات وبعض الحاجات المغرضه اللي هي بتندس للمواطنين دي ممكن فعلا تندس عن طريق هذه المواقع، وطبعا المواطن بيشوف مواقع ممكن يحسبها جمهوريه او يحسبها مثلا يوم السابع او يحسبها بعض المواقع اللي موجوده ويحسب ان المصادر دي فعلا حقيقيه ويبداوا برضه يعملوا لها شير ولايك ويعملوا لها انتشار على اوسع نطاق. وطبعا الناس دي اهم حاجه بالنسبه لها ان هي تعمل مشاهدات عاليه لان هي بتاخد بونص مثلا من جوجل على نسبه المشاهدات، فممكن يحط اي خبر او يحط اي معلومه خاطئه، وده فعلا لازم فعلا الدوله اليومين دول ان هي تحط ايديها على الموضوع ده لان ده برضه من مكافحه الارهاب، لان الاشاعات دي طبعا احنا بنحارب يعني عارفين حروب الجيل الرابع وعارفين الحروب اللي هي بتشن علينا عن طريق السوشيال ميديا، فده احنا فعلا كده هنحارب جزء من اجزاء الارهاب. الاشاعات اللي هي موجوده لو هي بتتكلم على صحه عن تموين عن حاجات خاطئه فدي فعلا بتعمل لبلبه في المجتمع المصري، وده فعلا لازم احنا نحاربه الفتره اللي احنا فيها دي. دكتور عمر، بما ان حضرتك امين عام حزب الجيل الديمقراطي، احنا كنا بنتكلم بردك على الحياة السياسية في مصر وبنتكلم على دور الاحزاب في المراقبة وما هي الاختيارات الصحيحة بالنسبة للاحزاب، تقول ايه في الملف ده؟ طبعا دور الاحزاب دور مهم جدا، احنا اتكلمنا في موضوع الجمعيات اللي كنت سامع حضراتكم بتتكلموا عن دور العمل العام والعمل الخدمي وخاصة في الجمعيات. طبعا احنا دلوقتي الوضع اعتكس يعني بقى ماشي بالمعكوس، الجمعيات بقت تشتغل سياسة والاحزاب بتشتغل شغل جمعيات، وده للاسف الموجود في الفتره الاخيره يا جماعه. الشغل المنوط بالسياسه فقط الاحزاب، مفيش جهه او مش عارف سمعنا بقى ان مش عارف ايه ومفروض يا دكتور الاحزاب نفسها تلتزم ان هي نشاطها يبقى نشاط سياسي حزبي مش نشاط خيري. اكيد مش هنوزع بطاطين ولا نوزع خضار ولحمه والكلام ده كله. ايوه انا مع حضرتك فعلا. ده نشاط مجتمع مدني، انا مجتمع مدني شايف ان في فقراء في المدينه بتاعتي او في الحي بتاعي بقوم بجمع تبرعات من القادرين عشان اشتري بيها لغير القادرين، ده نشاط المجتمع المدني وخدمه المجتمع المدني. الحزب المفروض يشتغل على الوعي السياسي والوعي الثقافي وتنميه المهارات البشريه، يعني بي 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 بينشئ مجتمع مش بيسد جوع مجتمع يعني. اكيد ما انا بقول لحضرتك فعلا ان بقى العكس شغال للاسف، لان هم عشان الاتصال المباشر مع الجماهير عشان الصوت الانتخابي بيحكم العمليه الانتخابيه، كل واحد بيشوف ان هو عايز يتواصل مع المواطن عشان يديله صوته عشان لما يطلبه في الاستحقاق الانتخابي ينزل له. الراجل ده كان بيجيب لي تبرعات بيجيب لي كذا، ما بيشتغلش على وعي المواطن، بيشتغل على حاجه المواطن. اكيد يعني. اكيد الاحزاب هي دورها تاهيل
الشباب او المواطنين تاهيله طبيعي. سياسي، وده ده ده دور فعلا زي ما انا بقول لحضرتك ان احنا مشينا بالشقلوب، الجمعيه بقت تشتغل دور حزب والاحزاب بقت تشتغل دور جمعيات. دكتور عمر عوض، رئيس مجلس اداره جريده المساء العربي ورئيس تحريرها، شكرا لحضرتك ومشاركتك معنا. متشكرين يا فندم. استاذ محمد، عشان احنا وقتنا بردك ايه دهمنا شويه، عايز تقول لي ايه هي المحاور الرئيسيه اللي تنهض بيها اي مجتمع سريعا؟ هقول لحضرتك اللي طول ما المجتمع ما بتقودوش النخبه لن ينهض. الحكومه لوحدها هتعمل قوانين وتعمل خدمه اصلاح سواء اقتصادي او سياسي او غيره، المجتمع نفسه لو ما بتقودوش النخبه لن ينهض. لو الحكومه هتشارك المجتمع في مسؤوليته ناحيه النهضه تبور الشخصيات اللي عندها القدره وعندها الوعي وعندها الثقافه، مش الشخصيات اللي عندها الامكانيات الماديه او العلاقات والنفوذ. انا النهارده لما الاقي الشخص المثقف الواعي اللي عنده فكر وعنده ايديولوجيه وعنده مهارات التخاطب والتواصل واقناع الجماهير والتاثير فيهم، لكن لا يملك مهارات النفاق الاجتماعي او مهارات البذخ الاجتماعي او ان هو بيصرف او معاه ماده، كل واحد النهارده معاه شويه فلوس بيجي ينزل باراجوت على اي مكان ويقول انا خلاص هترشح فيه او هاخد منصب فيه او اي حاجه، مقوماته كلها ايه؟ الماده. لكن لما تقعد معاه تلاقيه فاضي. طب ده هينهض بالمجتمع اللي هو بينهض، هو بيوظف المجتمع لنهوض شخصه مش نهوض المجتمع. لكن لو انا النهارده جيت لقيت واحد عنده فكر وعنده ثقافه وعنده رؤيه وهو ده اللي هينهض بالمجتمع، انا كدوله المفروض ادعمه. انا كاجهزه الدوله المفروض ادعمه لان هو ده اللي هينهض بالمجتمع. انت شايف ان الشباب واخد دوره الفتره اللي فاتت؟ اعتقد الشباب واخد دوره وواخد فوق دوره، والدوله والرئيس نفسه دعم الشباب من برامج انتخابيه اللي فاتت لجايه النهارده. الشباب النهارده بقى محتاج يثبت ان هو فعلا يعني عنده القدره وعنده الامكانيه وعنده المهارات وعنده الخبرات اللي هو بقاله كام سنه بيتدرب وياخد دعم من الدوله عشان يوصل لها. ده هو الشباب الايجابي يعني. لكن الشباب السلبي البيئه والنشأه والتربيه والثقافه والمجتمع اللي حواليه هو اللي بيشاركوا في كده. لكن الشباب واخد فرصته، وعلى الشباب ان هم يثبتوا ان هم قد المسؤوليه، لان النهارده الخبره يعني مثلا في فرق بين طاقه شبابيه وتحدي شبابي واصرار شبابي وخبره. الخبره مش هتيجي، ما فيش شاب اسمه خبير يعني، الشاب الخبره بتيجي من تراكم المهارات والمكتسبات والمعلومات والخبرات دي كلها بتديني خبره. فلازم دمج بين الخبره وبين الشباب. شباب بدون خبره مش هيوصل للهدف، وخبره بدون شباب هتبقى كسلانه ومتباطئه وكسوله. لكن الشباب واخد، انا شايف ان الشباب واخد حقه، وسيادة الرئيس نفسه فتح لهم مجالات كتير جدا. احنا عندنا النهارده بقوا نواب محافظين شباب، وبقى في كوتا للشباب في مجالس الادارات، ويعني النهارده اي مجلس اداره في نادي او في اي مؤسسه بقت ليه كوتا اللي هي تحت السن، عشان الشخص اللي هو عنده يعني رغبه في العمل العام لكن ما عندوش خبره يطلع يقعد على الترابيزه مع اصحاب الخبره ويكتسب الخبرات والمهارات ميدانيا. يعني المراه واخده حقها في المجتمع؟ ده المراه خدت حقها وحق الراجل بتاعها كمان، يعني مش حقها بس يعني. يعني النهارده هقول لحضرتك، النهارده مفيش قطاع في الدوله دلوقتي ما دخلتهوش المراه. المراه بقت في الجيش وفي الشرطه وفي القضاء وفي الاعلام وفي الصحافه وفي مجالات وزراء. النهارده عندنا اكثر من 7-8 سيدات وزراء في التشكيل الوزاري. المرأة واخدة 25% كوتا انتخابية في مجالس النيابية، يعني إيه اللي ناقص المرأة تاني؟ حضرتك مع الكوتا بتاعت المرأة؟ والله أنا يعني أنا في المطلق ضد الكوتا، فكرة الكوتا، لأن في الآخر طالما المرأة بتساوي نفسها بالراجل وبتطالب بالمساواة وهي واخدة المساواة خلاص يعني. إيه اللي يمنع بقى إن أنت تثبتي وجودك في الشارع والراجل ينافسك وأنت تنافسيه بمعايير ثابتة ومحترمة؟ لكن مع ذلك الدولة ما زالت بتدعم المرأة، بدليل ان الكوتا الأخيرة 25% في المجالس النيابية عشان تشجع المرأة انها تخوض والصراعات. ما بنختلفش ان ده يعني جنس ناعم وجنس بسيط وجنس كذا، فمحتاج دعم ومحتاج يعني مساحة عشان الصراعات، لان النهاردة الراجل نفسه او العنصر الذكوري بيصارعوا بعض على المناصب بشكل مميت وبشكل وصل يعني. النهارده للاسف المنافسه وصلت لان الناس تتهم بعض بجرائم واسقاطات
فساد مالي واداري بدون اي مستندات بدون اي حاجه، فما فيش كنترول. يعني المنافسه بقت شرسه، مش اقول لك بقى منافسه قويه، لا منافسه انا اسف في تشبيهها، المنافسه قذره. يعني النهارده انا بنافس استاذ خلف، مش بنافسه بفكر وناطح فكره بفكر جديد، لا ده انا ازاي اكسر فيه وازاي يهدم فيه وازاي يقول عليه صفات مش فيه وازاي اتهمه بفساد او اتهمه بفساد خلقي او جنائي او مالي او غيره. فما بقاش فيه حتى كنترول او مبادئ او قيم او اخلاقيات ان احنا نحترم بها نفسنا، وكل مدى بتزيد. بس بتزيد ليه بقى؟ لان افرازات المجتمع ملهاش كنترول. يعني انا النهارده طول ما انا فاتح الدنيا سداح مداح لاي شخص يجي ما نعرفش مصدره جاي منين ولا رايح فين، ومجرد ان هو عرف ينافق ويطبل واجهزه الدوله او قيادات المسؤوله الاداريه او كذا ما تحرضش الدقه عنه او ما تحرضش المصداقيه بتاعته او فكره او مقياس فكره، الافرازات كلها بتطلع زي ما انت شايف. يعني سريعا ذوي الاحتياجات الخاصه، والله يعني ذوي الاحتياجات الخاصه برضو انا شايف الحمد لله الدوله مهتميه بيهم والمجتمعات المدنيه مهتميه بيهم والانديه والنقابات والحمد لله. انا بعتقد ان الكام سنه الاخرين ذوي الاحتياجات الخاصه طلعوا بره منطقه الظلام وخدوا الضوء الاعلامي وخدوا مش هقول التعاطف، هم ما يقلوش عننا في حاجه، في منهم ابطال حققوا بطولات عالميه وبطولات محليه ما حققهاش الشخص السليم. فاعتقد ان ذوي الاحتياجات الخاصه النهارده بقوا مجتمع مندمج مع كل طوائف الشعب. يعني أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، فتحنا النهاردة بعض الملفات، القصد منها إن إحنا نحاول إن إحنا نلاقي حلول عشان المجتمع، ما نقصدش أشخاص محددة في حوارنا النهاردة. ما يسعني اللي إحنا نشكر حضراتكم على المتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الديب الكاتب الجريء على وعد إن إحنا إن شاء الله إن شاء نلتقي الله مرات اخرى، لان انا عندي طبعا اسئله كتير. احنا طبعا وقت الحلقه مش هتخلص، فنلتقي ان شاء الله مع حضراتكم الاسبوع القادم من برنامجنا او برنامجكم شارع العرب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.